يا ابني. انت فين؟ انا بجرب عربيه. هو مين ده اللي بيجرب العربيه؟ باشمهندس عمر. ربنا يستر. ماشي يا عم، ما انت الوحيد في مصر اللي بيركب عربيه جديده كل يوم. انا قلبي دي عربيه. ها؟ مش بركب واحده جديده كل يوم. لا 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 لا, لا. عمر ما تقبحش، انا في شغل. والله في شغل، حطك على سبيكر. ماشي يا عم. معاد النهارده الساعه 10. ماشي، بس كلم انت بقى بقيه العيال. لا وخليك معايا. ايه يا معلم؟ الو يا معلم، اخلص ورايا شغل. ثانية واحدة يا فندم وبابا حضرتك. أمال فين بين العيال؟ معاك يا معلم. إيمان، إيه ده؟ دي الرجالة كلهم هنا. أمال فين الواد ميك؟ ثانية واحدة. ألو ميك. يا ميكي، انتوا فاضيين على الصبح وبتلعبوا؟ لا يا معلم، اللعبه بالليل على 10 شغال. جدا تمام. الميعاد ولا ايه؟ اتفقنا. مش انت؟ لا انا اسف حضرتك، مش انت. طب انا معاك. ساعتك مؤخره دقيقتين. سوري، اصل انا خلاص بنتقابل على 10. طيب قولي. سلام. هام خلصتوا؟ وبعدين اللي هيفتح بقه هبوظ الكافي ماشين تاني، فاهمه؟ ما تجنناش بقى يا باشمهندس. العربيه دي تمام، بس فرامل فيها سنه بوش. طب امتن على التابيت يا باشمهندس. انا شايفه ان حضرتك لازم تروح الاجتماع ده. المشروع ده فكرتك وانت اللي عارف تفاصيله. انا عارفه اللي بقوله لحضرتك كويس جدا. دي ما انا ما صدقت ارتحت. روح انت الاجتماع وبحكي لي على اللي حصل. بس حضرتك معلمنا ان شغلتنا دي ما فيهاش حاجه اسمها ارتحت. انا واثقه ان حضرتك هتوافق وتنفذ المشروع من غير سكر. ها؟ الو. ايوه يا ماما، يا حبيبه قلبي. صباح الخير يا استاذ شريف. مع السلامه يا استاذ شريف. بقول لك ايه يا ماما، مش هقدر اجي لكم الصيف ده خالص. انا اسف، معلش، بس من فضلك سلمي لي على بابا قوي قوي قوي، وحشني جدا. لا متسكلي ايه يا ماما؟ متسكلي ايه؟ لا 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 خالص، نو، مش انا يا ماما. لا ده متسكلي معاك. طب يعني اعمل ايه؟ ما انا قلت لك نزل بروجرام من على النت واللابتوب هيبقى 100 100. انت متاكد؟ انت تاني؟ ها؟ دي ولا ايه؟ حضرتك عارف ان الموافقه على مشروعك كان عايز وقت، بس لما توافق عليه كان مشروط بانه يكون تحت قياده سعادتك. انا مش عايز اتكلم في حاجات خلصت خلاص. خلونا نبتدي من اخر نقطه وصلتوا عندها. اهلا سيد شاكر. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا يا سيد ادم. اهلا سيد شاكر. اتفضلوا كملوا شغلكم. الهدف تكوين مجموعة من الشباب في العشرينات بينهم علاقة صداقة. يتم تدريبهم وتكليفهم بمهمات من الدرجة الأولى. بدأنا تنفيذ المشروع في مارس 2005، وقدرنا نحدد أهدافنا في مجموعتين، مجموعة ألف ومجموعة ب. مجموعة ألف ملفاتهم كالتالي: ما بيغلطوش تقريباً، أولاد غاية في الذكاء والالتزام، أوضاع أسرية مستقرة جداً، مش عاملين مشاكل، دول حتى كمان ما بيدخنوش، متفوقين علمياً ورياضياً. أهم حاجة الولاء، الولاء قبل التأهيل. الولاء والحماس هم أهم ركائز المشروع. بعد إذنك يا فندم، أنا كنت مسؤولة عن فايل مجموعة بيه، وشايفة أنها أقرب حاجة لفكرة سيادتك. أوكي، وريني ملف بتاعهم. من فضلكم تسيبوني أنا والسيد آدم لوحدينا شوية. إيه، أنت مندهش ولا فرحان إن هننفذ المشروع بتاعك؟ لا بالعكس، أنا كنت واثق إن المشروع هيتنفذ، هو بس اتأخر شوية. كل شيء له ميعاد، وميعاده دلوقتي. النهارده العالم كله بقى مفتوح على بعضه، ومبقاش في حاجه تقدر تخبيها، وهو ده اللي انا كنت متوقعه، لكن سيادتك بقى اعترضت على المشروع. ولسه يا ادم ما زلت من جوايا مش موافق، لكن ظروف العالم اللي اتغيرت هي اللي خلتني اوافق على المشروع دلوقتي. العمليات دي لازم يكون ليها طابع مدني،
عشان لما الطرف الاخر يقيمهم يعرف انهم هو. وزي ما انا عندي تحفظات على المشروع برضو عندي تحفظات على تنفيذه. انت عارف عشان اللي هننفذوه مدنيين لكن بالتدريب ومش البدني بس طبعا انت فاهمني. دي شغلتي يا شاكر. خد بالك نسبة الفشل لازم تكون صفر. بالتأكيد مش هيحصل فشل ومش هنضحي بيهم زي ما حصل قبل كده. شوف يا آدم التضحية جزء من ولائنا وقسمنا وظيفتنا، والحسابات لو كانت بين واحد والبلد أكيد هتبقى البلد. أنت عارف كان عنده كم سنة؟ أنا خدت قراري وقتها ومش ندمان عليه، ولو اتكرر الموقف هاخد نفس القرار تاني. جالي أوفر جديد من شركة جديدة أفكر أقبله. يا ابني أنت في شركة أي واحد يحلم يشتغل فيها، طول بالك شوية. أما النهاردة يا شريف كانت موظفة في الشركة كومبو. ولغيتها ولا عملت عبيط؟ عملت عبيط طبعا. دي مش نصيحتك ديت يا أستاذ شريف ولا إيه؟ ازيك يا معلم؟ الحمد لله تمام. ايه ده انت هتلعب كده ولا ايه؟ ما لحقتش اغير قلت اغير في النادي بقى. طب يلا اطلع. شكلك رايق النهارده يعني. يا عم اللي رايق ولا حاجه، انا بزوم خطيبتي نص ساعه بالعافيه. نقيت فيها؟ شكلها هي اللي على التليفون. تضحك؟ ايه ما تتكلمش عشان المفروض في الشغل. الو؟ ايوه حبيبتي. ايه الاخبار؟ لا لا كاس ايه ده موبايل اللي قاعد جنبي في الشغل؟ والله انا لسه في الشغل. طب انت عارف انك كنت لسه هكلمك حالا؟ رجالك يا ويتش. أنا هبتدي بعمر عيوني. أوكي. إيه يا عم زيدان؟ أنت هتتجنن علينا؟ صورك طلعت جامدة جدا. ركع الأصل يا معلم. صور الواد ميك أخبارها إيه؟ زفت زي وش. العادي طبعا. إيه يا جماعة هنلعب النهاردة ولا إيه؟ أه يلا. عنده كام سنة؟ 30 سنة. مهندس جودة في مصنع عربيات كبير وبيجرب بنفسه العربيات اللي خارجة من خط الإنتاج. عايش لوحده ولا مع حد؟ عايش هو أمه بس، والده توفى من 5 سنين. خاطب بيحب؟ خالص، بيعرف بناته بيسيبهم بسرعة وعمره ما طول في علاقة. مهاراته ايه؟ بصراحة أنا ما شفتش سواق زيه، شاطر جدا في موضوع العربيات. اشترك هو آخر سنة في الجامعة في أوتوكراس وخد المركز الأول، بس ما كررهاش تاني. طب وأنت شخصيا رأيك ايه في عمر ايه؟ ناضج، عقله كبير، وسيم، طموح، وعلى قدر عالي جدا من الذكاء. طب ايه بقى اللي محدش يعرفه عن عمر ايوب؟ من سنتين عمر اتورط من واحد زميله في الشغل في صفقه مشبوهه، طلعوا من المصنع قطع غيار سليمه على اساس انها غير صالحه فنيا. معناها انها خرجت من المصنع بربع ثمنها الحقيقي؟ بالظبط، وبعدين اتباعت في السوق بسعرها العادي. وعمر كان دوره ايه في العمليه دي؟ بما ان عمر مهندس جوده كتب في تقريره ان قطع الغيار اللي فحصها مش سليمه. ومحدش خالص عارف الموضوع ده؟ خالص يا فندم، بس في حاجه عمر ما كررهاش تاني. وعندك تفسير؟ والله عندي تفسير عاطفي شوية. بعد والدة عمر ما تعبت دخلت المستشفى وصرف وقتها مبلغ كبير، متهيألي دي حاجة صحة ضمير. بتحصل. هو عمر هو اللي مؤسس الشلة دي أساساً؟ لا، يوسف، يوسف حمدي. طب سيبك من الفايل ده دلوقتي وجهزيلي بتاع يوسف حمدي. أوكي. ولما تجوعي قوليلي. حاضر. عم القرف ده. طب الحق الحق كويس ان صالح سليم مات قبل ما اشوف المناظر دي. اكيد كان عنده ماتش الصبح. والله سخنت بس ما لعبتش. يوسف حمدي 29 سنه، سمسار اوراق ماليه. درس ايه؟ سياسه واقتصاد دفعه 2002. عايش مع مين؟ عايش لوحده تقريبا، والدته متوفيه وباباه متجوز واحده تانية وعايش معاها في بيت تاني. خطيبته دي هلا درويش، تشتغل في شركه اتصالات وباباها درويش توفيق. بتاع البورصة؟ بالظبط. رياضي، جريء، وذكي. طبيعة شغله مش سهلة ونجاحه فيها بيؤكد انه داهية. وعلى فكرة عمل قلق في البورصة أكتر من مرة. مستواه الاجتماعي عالي، وهو اللي معرف الشباب على بعضهم. الواد ده يعني جريء؟ هو جريء. احكي لي. في بداية شغله في البورصة عمل غلطة مش سهلة وصلحها بغلطة أكبر. ازاي؟ يوسف المفروض انه بيعمل تحويلات للمساهمين من بنك لبنك، وحضرتك عارف ان الحاجات دي دقيقه جدا في مواعيدها لان اسعار العمله بتتغير في ثانيه. في مره اتاخر لمده ساعه، والساعه دي عملت دروب جامد جدا في رصيد المساهمين،
وطبعا عشان يعوض الدروب ده ويغطيه راح مضارب الفلوس اللي كان مفروض يحولها في بورصة طوكيو باسمه. وطبعا خسر. بالعكس، عمل مكسب كويس غطى بيه غلطته وكسب كمان، كان مفيش حاجة حصلت. بقول لحضرتك جينيوس. شكله غريب شوية. طريقة العبقرية يا فندم. خريج هندسة كمبيوتر جامعة القاهرة، وبعد ما خلص قدم على منحة في كامبريدج قبلوه، بس اعتذر ومرضيش يروح. السلامة؟ وإيه السبب؟ جاله عرض شغل في شركة تيليميديا، بس واضح إن هو فضل الشغل على الدراسة. وإيه اللي خلاكي تقولي عليه جينيوس؟ بصراحة يا فندم أكتر من حاجة. سجله الدراسي كان متفوق، ونجاحه في الكارير بتاعه أكبر من سنه. أنا شايف إن ده حاجة عادية خالص، واحد نجح في دراسته وبعدين يشتغل وترقى بسرعة، مش شرط يكون جينيوس. أيوة يا فندم، بس اللي يقدر يسرق مكان واحد أكتر من 20 مرة من غير ما يتمسك مرة واحدة يبقى جينيوس. قصدك حرامي جينيوس. بالظبط، حرامي بتوع الألفية الجديدة من فصيلة الهاكرز. على فكرة، ميكي مغرم بأي برامج سوفت وير جديدة وبتابع الجديد أول بأول. قبل ما يشتغل قعد لمدة سنة يعمل هاكينج على شركة عالمية بتبيع البرامج على النت. كان كل مرة يفك شفرة نظام الشركة ويدخل ياخد البرامج ويطلع. حفظهم. مظبوط. ما سابش الشركة دي في حالها غير لما سحب منهم برامج بأكتر من 25,000 دولار، وبعد كده راح رمالهم فيروس جنن النت كله. أكيد حضرتك سمعت عنه. فيروس؟ فيروس إيه؟ رات سبرينج. بقولك إيه؟ ما جوعتيش؟ بصراحة جوعت يا فندم. هناكل دلوقتي. فاضل مين؟ فاضل الفنان أحمد شريف. خريج فنون تطبيقية، أهله عايشين في الإمارات من 25 سنة. هو مصور فوتوغرافي فريلانسر، اشترك في معارض كتيرة وسافر كتير. بالمناسبة هو فعلاً موهوب. عيوبه إيه ومميزاته إيه؟ جان وسيم، مثقف وبارع في العلاقات الاجتماعية، بيعرف لغات ومغامر بطبيعته، وعنده تجارب من نوع الحريمي لا تحصى. تاني يا شريف؟ دي ميزة ولا عيب؟ دي ميزة كانت هتعمل له مشكلة جامدة، بس ده اللي محدش يعرفه غيرنا تقريبا. اللي هي؟ من سنتين شريف اتعرف على ست متجوزة، قابلها في معرض وتصاحبه وسافرت معاه شرم 3 أيام، بعدين زهق منها وتخنقوا أو باين سابوا بعض، وهو اتعرف على واحدة تانية. طب فين المشكلة؟ المشكلة في الست نفسها، ليلى الجندي، مرات رجل الأعمال اللي هو مقتولة؟ مظبوط. ومن حظ شريف إن علاقتهم كانت انتهت أصلا من فترة، وساعة هي ما اتقتلت كان هو مع صحابه في شرم الشيخ، وده اللي خلى اسمه ما جاش في التحقيقات لغاية النهاردة. حضرتك عارف القضية لسه مفتوحة. ليلى الجندي يا ابن اللذينة. مساء الخير يا فندم، تأمروا بيه؟ واحد كرانشي. واحد كرانشي؟ وانا هات لي فرايدي جبنة كتير. فرايدي جبنة كتير؟ انا هاخد فراخ مشوية بس. فراخ مشوية؟ أستاذ؟ يا جرانا. أوكي؟ للموقع أنا ما كنتش بحب السي فود، بس واحد صاحبتي إيطالية هي اللي حببتني فيها. ولا شيء، انت عرفت بنات من كام جنسية؟ يا ابني البنات كلها جنسية واحدة. ايه؟ ها؟ لما تكبر هقول لك. صحيح يا يوسف، انت اخبارك انت وخطيبتك ايه؟ اهو ابتدينا ناخد على بعض شوية. يعني ايه ناخد على بعض شوية؟ يعني ابتدينا احس ان انا واخد راحتي وانا قاعد معاها. يعني وانت قاعد معاها كده تقدر ولا ايه؟ يا ابني انا بتكلم جد. بجد؟ ريدي؟ احنا هناكل يا شريف. هو ده بقى تأثير السي فود. يا يوسف لو وصلت المرحلة دي يبقى جواز. جواز جواز جواز، اوكي؟ عملت ايه؟ بيتنفس حق. الولاد دول لازم يجوا لغايه الفيلا برجليه ومن غير اي. انت فين؟ طب انا جايلك حالا. ايه اللي بيحصل يا يوسف؟ وفين ميك؟ في الطريق. ما تتكلم يا يوسف. اتكلم اقول يعني؟ ظرف عادي زي اللي جالك انت وشريف. طب وبيك؟ يا جماعه في حاجه غريبه قوي بتحصل لنا، لازم نعرف في ايه. انا مخنوق. ما تيجوا ننزل. اعتقد ان احنا ماشيين كويس لحد دلوقتي، واكيد الخطوه دي هتفضل. اي حد يحس ان هو متراقب لازم يهتز، لانه على طول بيفتكر كل الحاجات اللي هو عملها وبيتهيأ انه ما فيش حد شافه وهو بيعملها، ولا حد يعرف عنها حاجه، حتى الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش. فيخاف اكتر. ونسيطر عليه اكتر. فول تانك.
طب يا جماعه مش ممكن يكون مقلب؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ انا بقول يمكن. مقلب من مين؟ محدش يعرف عن الموضوع اللي انا عملته غيري انا وانتو. ازاي يبقى في حد تاني عارف عن كل واحد فينا مصيبه اكتر من الثانيه؟ طب وايه العمل دلوقتي؟ انا شايف ان كل واحد فينا يسافر له يومين اي حته. على فكره بقى السفر مش هيحل اي حاجه، احنا لو سافرنا هنفضل طول عمرنا بره مصر. في حاجه واحده بس هي اللي محيراني، الشخص اللي يعرف عننا كل الحاجات دي كان ممكن يزينا من زمان وبسهوله، ومع ذلك ما عملش كده طول الفتره اللي فاتت. قصدك ايه يعني؟ يعني دي بقى مجرد رساله. وفي حد عايز يقول لنا حاجه. عايز يقول لنا ان احنا في خطر؟ ده رمادي تقارير مزوره ممكن توديني في داهيه. انا بقى ضربت بفلوس الناس لحسابي في البورصه. يعني هتعلم. وانا سرقت حاجه ب 25,000 دولار. وانا كنت بصاحب واحده. كنت بصاحب واحده اتقتلت وما لقوش اللي قتلها. وده لازم يخلينا نفكر بالراحه. اللي عمل كده كان يقدر يزينا وما اذيناش. يبقى اكيد احنا متورطين في لعبه. فعلا شكلها لعبه. بس لعبه بقى ممكن تدمر مستقبلنا. ما هي دي النقطه. مستقبلنا قصاده حاجه ثانيه. مش يمكن اللي عمل كده عايز مننا فلوس؟ ويمكن مش عايز فلوس. طب ايه طيب؟ انا عارف انها هتبقى ليله صعبه عليهم، بس ممكن نشكرونا عليها في يوم من الايام. هيبان. على كل حال روحي انت عندك مشاوير مهمه الصبح. تفتكر حضرتك هنقعد مع الواد دي قريب؟ في كل الاحوال لازم نكون جاهزين من بكره. اوكي، عن اذن حضرتك. اتفضلي. ما بلاش نروح يا جماعه، انا خايف بصراحه. عندك حل تاني؟ يعني هنخش للناس وش كده؟ لا عندك حق، نجيب لهم صينيه بسبوسه من الابوار. ها طب ما هم دخلوا حياتنا وش برضه. احنا اصلا ما نعرفش احنا رايحين نقابل مين. والله اللي خايف بقى ينزل. طب خد يمين اللي جاي او الشمال. على طول على طول. نتعرف حضرتك مين الاول؟ طب ما تتفضلوا الاول. لا مش هينفع، احنا لازم نعرف انتوا مين وعايزين مننا ايه بالظبط. ما انتوا لو ما دخلتوش مش هتعرفوا. مكي، شريف، عمر، يوسف، اتفضلوا استريحوا. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. احنا في مشكله؟ اطلاقا. طب نتعرف؟ مين حضرتك؟ هتعرفوا كل حاجه في وقتها، بس مبدئيا عشان نعرف نتفاهم مع بعض عايزكم تنسوا الصور والاوراق اللي وصلت لكم. سواء اتفقنا او ما اتفقناش الحاجات دي كلها ما تلزمنيش. طب والصور دي صورتوها ليه؟ عشان اعرف اجيبكم لحد هنا وتبقوا واقفين قدامي زي ما انتوا واقفين دلوقتي. انتوا قدام واحد ما تعرفوهوش. بس هو يعرف عنكم كل حاجة. صح؟ والله أنا غلطان. صح. وبعدين؟ أقول لكم ثانية واحدة. هو إحنا بنتعامل مع مين بالظبط؟ تقدر تقول كده إن كنتوا بتتعاونوا مع جهة رسمية بس بشكل غير رسمي. إحنا محتاجينكم وعايزينكم تتعاونوا معانا. ده طبعًا إذا حبيتوا. طب أنت مين؟ بعدين أنا أول مرة أشوف جهة رسمية في مكان زي ده. مالكش دعوة أنا مين. كل واحد فيكم عارف عمل إيه، سواء بحسن نية أو بسوء نية. أنتوا غلطتوا في حق البلد. وهتكفروا عن ذنوبكم معايا. والمطلوب مننا ايه؟ كلمة واحدة. أو لا. عايز موافقة مبدئية أو رفض نهائي على الشغل معايا. ولو واحد فينا رفض؟ رفض واحد زي رفض أربعة. أنا عايزكم زي ما أنتوا كده. وأنتوا اللي هتساعدوا بعض عشان تاخدوا القرار الصح. طب وشغلنا وحياتنا؟ هتمارسوا حياتكم بشكل طبيعي خالص، مفيش حاجة هتتغير. الشغل معايا ممكن يبقى مرة في السنة، مرة كل سنتين، مرة في العمر.
طب والحاجات اللي انتوا ماسكينها علينا؟ انسوها، واحنا هندمرها وننساها واعتبروا ده هربون صدقه. واحنا ايه بقى اللي نكسبه من الشغل مع حضرتك؟ البورصه خليتك شاطر يا يوسف، مش هقول لك البلد والوطن، بس حياتكم ممكن يبقى فيها حاجه تشرف. على الاقل بينك وبين نفسك وبينكم وبين بعض في حاجات مهمه هتعرفوها. هتعرفوا ان في حاجات كتير المقابل بتاعها مش شرط يكون ملموس، وهتاخدوا خبره هتنفعكم في حياتكم. هيجي لكم لحظه هتحسوا فيها ان كنتوا عايشين بجد وتسددوا الدين اللي عليكم، بس مش بشكل رسمي، يعني مش مضمون. الساعه دلوقتي 5، قدامكم مهله 48 ساعه عشان تدوني فيها رد وتكونوا متاكدين منه. بعد بكره الساعه 5 اذا لقيتكم قدام الباب هكون سعيد جدا، ولو ما ظهرتوش اتحملوا نتيجه اختياركم. طب ما عرفناش اسم حضرتك ايه؟ يا استاذ عشان في لجنه قدام. لجنه؟ ايه البلد دي؟ ما وراش حد غيرنا ولا ايه؟ يا جماعه الراجل بيقول نسدد الدين اللي علينا، يا بطريقته يا اما الموضوع كله يخوف. انا اكتر حاجه خايف عليها يا امي. بالعكس يا معلم، انت عندك بلد بالكامل تاخد بالها منها. يعني بلد اخدت بالها، اخدت بالنا منين عشان تاخد بالها من امه؟ بعدين افرض يا اخي الناس دول طلعوا مش من رجال البلد اصلا. ازاي يعني؟ يعني يطلعوا حراميه او مجرمين وعاوزين نشتغل معاهم. يعني المجرمين محتاجيننا عشان نحميهم. يعني البلد محتاجانا عشان نشتغل معاهم. لا يا جماعه استحاله، اكيد جهه رسميه. انتوا ما سمعتوش الراجل النهارده كان بيقول ايه؟ مش عارف ليه حاسس كده ان انت موافق. انت عارف الاول ممكن تطلبوا مننا ايه؟ ما هو ده اللي انا بقوله. مش ممكن حاجه غلط يا ابني؟ انت بتتكلم في ايه؟ استحاله يطلبوا مننا حاجه غلط. وبعدين الراجل كان بيقول البلد والامن وبتاع، بس خوف ان هم يطلبوا مننا حاجه خطر. الناس دي ممكن تحمينا. انا مش فاهم انتوا خايفين من ايه. شريف موافق؟ ها، انا مش معترض، بس مش موافق برضو. انا شخصيا مستعد اخد الريسك. وانا اخر واحد هيقول رايه. وانا مفيش قدامي اي حاجه واضحه تخلينا أطلع. يعني انت موافق؟ انتوا قدامكم حل تاني يا استاذ شريف. ما ينفعش كده، لازم اقفل الملعب دلوقتي. انتوا هتسهرونا للصبح بالخمسه كده. خلاص يا عم سيد، دقيقتين وهنمشي. انا مع الاغلبيه. ايه نجرب مع بعض. بعض اسمي ادم. في شويه حاجات لازم تعرفوها، الحاجات دي هي اللي هتخليكم تنجحوا في شغلكم. وتنجحوا مش معناها انكم تنفذوا المهمه صح وبس، لا، معناها انكم تنفذوا المهمه وما تنجحوش. اولا عمرك ما تسيب حاجه وراك، ان اي حاجه هتسيبها وراك ممكن توصل اي حد ليك. ثانيا اي معلومه تاخدها تحطها في دماغك وبس، لان الورق ممكن يضيع منك، لكن دماغك لا يمكن هتضيع طول ما هي على كتفك. احكي لي بقى قصتك. وليه انا احكي لك؟ ليه انت ما تحكيليش؟ البنات كانوا عاملين ايه؟ خلصت التالت والرابع، بعد كده في الخامس قالك لي. انت عارف طبعا هو ده ايه؟ مستعدين لهجوم الخصم من اي اتجاه وفي اي زاويه. المفروض ان انا بستخدم استداني وعقلي وجسمي. انت هتجيب سيرة امي ولا ايه؟ بحب النوع المتوحش ده. سوري انا عندي مشكله، الثبات المفاعيل اللي عندي يعني بايظ شويه. بس في كورسات؟ اللياقه مهمه جدا. خليك تفكر احسن، فكر اسرع، وتاخد القرار الصح. ودايما تعمل حساب للمفاجآت. كورة.
ايه ده؟ مين لعبك في وشك كده؟ امسك. معلومات، خطه، هدف. لك ثلاث دقايق تدخل وتخرج بنمر التليفون البنت دي. بيت ولا موبايل؟ الاثنين. انا تعبت. انتوا بتعملوا فيا كده يا جماعه؟ المعلومات المظبوطة تخليكوا تحطوا خطة صح. خطة يعني توزيع الأدوار على المجموعة صح. مش عايزين عبط يا عمر. ما تنشف يلا في إيه؟ الناس دي ما نعرفهمش. إحنا أصحاب صح؟ هدف يعني جول. طالما نزلتوا الملعب لازم تطلعوا كسبانين. الفرقة كلها عينيها على الشبكة ودماغها شغالة وقدامها يافطة مكتوب عليها الجول بيجي في ثانية. دلوقتي يا جماعة نقدر نقول إن وقت التعليم خلص وجه وقت الشغل. عملية هتكون في 18 شارع نجيب محفوظ. ده البنك الوطني. طب واحنا هنعمل ايه في البنك الوطني؟ هتسرقوه؟ يعني ايه؟ انا كنت مرتاح من الاول. ممكن تهدى؟ السرقه في حد ذاتها مش هي الهدف. ديما البنك الوطني فيه ارصده معظم الاجهزه والوزارات الحكوميه. سيستم البنك بالارصده بحركه الفلوس اللي داخله وخارجه مخترق. واضح ان في حد بيتجسس عليه وبالتالي على اقتصاد البلد. احنا بنشك ان اللي بيتجسس على البنك ده من جوه البنك نفسه. وعشان نقدر نوصله لازم سيستم البنك ده يتدمر بشكل ما يسيرش اي شكوك. وايه علاقه الكلام ده بالسيستم؟ السيستم ده متحمل على جهاز. لما الجهاز ده يتدمر في عمليه سطو مسلح اللي بيتجسس على البنك نفسه لا يمكن ابدا يحس انها عمليه مترتبه. بعدها بيتعمل سيستم جديد متراقب من اول لحظه، ولما الشخص ده يدخل عليه تاني يلاقينا في انتظاره. الفلوس بتوصل البنك اول يوم في الاسبوع، اليوم ده بيكون يوم الاحد. بتوصل حوالي الساعه 8:30 تحت حراسه مشدده جدا. بتبقى في ثلاث شنط فيها 3 مليون جنيه. الفلوس بتدخل على طول على الخزنة الرئيسية. أول فلوس ما بتوصل الخزنة بتتفتح وبتفضل مفتوحة لمدة 5 دقايق. بعدها الحراسة بتمشي. البنك ماسك ناحيتين على شارعين زحمة. خلوا بالكوا لازم نشتت انتباه الناس ونشل حركة الشارع. في النقطة دي هنعتمد على حاجتين اتنين، المية والخرفان. 3 منكم هيدخلوا البنك، لازم يكونوا دارسينه كويس قوي. عمر هيجهز العربيه اللي هتهربوا بيها. العمليه كلها لازم تتم في اقل من 4 دقائق. المطلوب 1، ميكا هياخد نسخه من الداتا الموجوده على سيستم البنك. 2، يوسف هيقول له على الداتا المهمه اللي اتسربت من التحويلات. 3، السيستم كله لازم يتدمر. 4، تسرقوا اللي تقدروا عليه من شنط الفلوس. طب والبوليس؟ لو البوليس ظهر لازم تتعاملوا معاه. نتعامل معاه ازاي يعني؟ تهربوا تضربوا نار تاخدوا رهينه تتعاملوا معاه على اساس ان انتوا حراميه. يعني لو اتقبض علينا ساعتها بقى هيبقى في كلام تاني. يا ريس انت فين؟ الخرفان وصلت.
احنا وصلنا عند الماسوره البايظه. بص عم بتتكلم كده ليه؟ طب بسمح الله. طيب سلام. انا هروح ابص على بيض. خد يلا يا باشا. ما تقوليش يلا، انا برضو معايا دبلون. ايه دبلون ده يعني؟ يا باشا هم اللي كلموني قالوا لنا المجاري ضربه في وسط الشارع. جينا نشوف البلاء. لا ناريش انا هلا هلا عليك هلا عليك. هنا مين اللي هنا؟ دبلون وبورصه. امسك خروف. هلا عليك يا ابني، هلا عليك يا دفعه والنبي. ده اكل عيش يا دفعه، اكل عيش تشكر يا دفعه. لا يتحرك اضربه بالنار. استنى ما تجيش معنا ليه؟ انت اهبل يا ما مش تعمل. انا متصور معاك. خلاص تعالي تعالي. اخلص سدي مناخيرك في دخان وحش. يا ابني اتهبل. مش بتاعتنا. بتاعتنا ايه؟ بعدين دي على ما نجيبها. عايزين تهربوا من اتوبيس انتحاريين. انا ماشي. العيال دي هبل ولا ايه؟ هتجيب سيره امي تاني وحياه ربنا. انا اعمل ايه؟ متخانق في الشارع. هات لي الكاميرا اللي هناك دي. انت تخلص خالص. خلاص يا سيدي اتاسف له. سعيد حركهم شويه. اسف يا عمر.
ايه؟ الشنط فين؟ ايه؟ واحنا هنشوفكم تاني ازاي؟ هنتصل بيكم. وده الهارد ديسك فيه كل حاجه. خلصوا من العربيه دي. يلا. بس عندي مشكلة، مامي بتقولي ان الكلاسيك بيبقى شكله احلى بيعيش. كلي بقى البطاطس. بس انت متعرفش المشكلة اللي حصلت. خير؟ الراجل بتاع الفلفلجي مش بيرد عليا. يوسف زبالة. هو ايه ده اللي زبالة؟ الراجل بتاع الفلفلجي ده زبالة. كلي بقى البطاطس دي، خلصت، خدي واحدة تانية. طب بص، انت هتعمل كل الشقة على مزاجك، بس قلت النوم بقى هتسيبها لي انا. انا عايز اعملها لونها هادي. عايزين كده نصحى من النوم نلاقي حاجة لونها هادي. يا ستي اعمليها احمر كومبليكو. ايه كومبليكو دي؟ بقول لك عايزاها هادية. عاملين ايه صحيح؟ تمام الحمد لله. صحيح ابويا عارف انك هتتجوز، بعت لك هديه الجواز. بعت لي ايه؟ ايه دي؟ فياجرا. فياجرا؟ مبوك. هيبعت لي ايه يعني؟ بنطلون جينز؟ ده انتوا عيله يا اخي. سرحان في ايه؟ ها؟ لا ابدا، مفيش حاجه. شكلك بتحب. بقول لك بتحب مين؟ بتحب ديما. يا راجل ابدا، حرام عليك. دي امن، انا بفهم الحاجات دي من نظره واحده على شريف. بس انا كنت فاكر ان انت اللي بتحبها. هكون بخونك انا هلس. اخون صاحبي؟ لا. بص يا شريف، ديما لا بتحبك ولا بتحبني، احنا حاجه وهم حاجه تانية خالص. بقول لك ايه، الحريم كلها قطعيه واحده، هي الفكره في السكه اللي تخش بيها على واحده منهم. يا عمي تيجي نخش نتفرج على الماتش. نخش. بس هي تتحب. تعال. ده انت تعبان قوي. ايه يا ابني، ده مش بنلعب في ماتش هشتغل. انا خلاص جيم الاول يا عم. اسكت بقى انت، اللي يشوفك يقول انك بتعرف تلعب اساسا. يا جماعه انا قلقان، اصل مش معقول 3 اشهر لا حس ولا خبر ولا حد معبرنا ولا حتى باس ام اس. انا حاولت اكلم ادم وديما وبرضه ما بيردوش عليا. ايوه بس مش هم قالوا لنا ما حدش يكلمهم. احنا لازم نعرف راسنا من رجلينا. انا مش مرتاح. وهو ايه اللي حصل جديد يعني؟ ايه اللي حصل جديد يا جماعه؟ احنا سرقنا بنك. انتوا عارفين ده معناه ايه؟
يا يوسف احنا معانا جهه رسميه ومعانا البلد و... ما 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 ممكن يقول لك دي حاجه ودي حاجه. لا يا حسام شاكر غنى لها ارمي حمولك عليا شيله سنه. انا سرقنا بنك هيعملوا فينا ايه؟ صراحة يا جماعة عدم اتصالهم بينا ده موترني جدا. طب انتوا شايفين ايه؟ احنا بكرة نروح لأدم الفيلا. اي خدمه بقى وقت. على فكره راكب العربيه هنا ممنوع، اولياء الامور بيشتكوا. سلام عليكم الاول. وعليكم السلام. هي الفيلا دي حضانه من زمان ولا لسه جديده؟ لا يا باشا، الحضانه دي بتبقى في الصيف بس. وبقيت السنه؟ معرفش والله يا باشا، انا دي اول صيفيه بشتغل معاهم. اللي هم مين؟ زينب هانم واختها عايده هانم اصحاب الحضانه. خد يا بنت اهو، ما تجيبوش كمان السوق. يا ولد كده يا ولد انت كده. المشوار طلع على مراجيح يا جماعه. مش فاهم اي حاجه. ايه ده؟ هو في ماتش النهارده؟ انت مش عايش يا ابني، دي مصر هتلعب النهارده. طب تعالى نروح عندي على البيت نتفرج على الماتش ونتكلم. جينا نتفرج على الماتش معاكم. كده يعني من غير تليفون؟ احنا قلنا ما فيش بينا تليفونات بعد العمليه، ولما نعوزكم احنا اللي هنكلمكم. مفهوم؟ بس انتوا كان لازم تقولوا لنا على اللي هيحصل في عمليه البنك. اللي حصل انتوا عارفينه كويس. طب والجثث اللي انتوا نشرتوا صورها وقلتوا انهم عصابه البنك؟ عيب قوي تسال السؤال ده. على ما اعتقد ان انتوا لسه عايشين. ولا ايه؟ بس احنا رحنا الفيلا لقيناها حضانه. وتروحوا ليه؟ انا مش منبه عليكم تخلصوا العمليه، وبعد كده كل واحد فيكم يعيش حياته بشكل طبيعي. بس احنا كان ممكن يتقبض علينا. نعم. يتقبض عليكم؟ بقى انا دربتكم التدريب ده كله، والبلد صرفت عليكم المصاريف دي كلها. عشان في الاخر تغلطوا غلطه هبله زي دي. هبله؟ طبعا دي سرقه بنك عاديه، ما تجيش ولا حاجه في اللي انتوا بتجهزوا عشان تعملوه. وبعدين تعالوا قولوا لي هنا، انتوا قاعدين تتخانقوا قدام البنك على العربيه اللي هتركبوها؟ مش واخدين بالكم ان في ناس قاعدين يصوروكم بكاميرات فيديو؟ وانت سيادتك رايح تركب عربيه ثانيه؟ احنا حاولنا على قد ما نقدر ننفذ اللي انتوا عايزينه. مش كفايه؟ اولا اتاخرتوا على ميعادكم 10 دقائق، ثانيا عرضتوا نفسيكم وعرضتوا العمليه كلها للخطر، رحتوا الفيلا، حاولتوا تتصلوا بينا وانا منبه عليكم، ما حدش حاول يتصل بينا. واضح ان كنتوا عيال هلس مش بتاع شغل. اظن دلوقتي من حقنا نقول لك كفايه علينا لحد كده. لا طبعا مش من حقكم، وبعدين انتوا من حقكم. ممكن تعتبروا ان العمليه الجايه دي هتكون اخر عمليه بينا، وبعد كده انا اللي مش عايزكم تاني. وكمان انت اللي مش عايزنا؟ يا اخي ارحمنا بقى. انت اشتريتنا بفلوسك ولا ايه؟ بعد كل اللي احنا عملناه انتوا مش عايزنا. في ايه؟ في ايه يا عمر؟ ايه ده بس؟ عايز يحبسنا يحبسنا، انا خلاص زهقت ومش شغال تاني. انا مش فاهم انت معصب نفسك ليه؟ احنا مش في الاخر كلنا مع بعض؟ هو ده مش عايز اشتغل؟ احنا معاك. بعدين قال لك اخر عمليه، يعني خلاص كفرنا ذنوبنا. يا اخي احنا اول مره نعمل حاجه عليها الايد، وفي الاخر برضه اسمنا كلنا مع بعض. على فكره احساسي العمليه اللي فاتت ولا كاني كنت مع 100 بنت. سيبني بقى اشوف اللي جايين. هو بس تلاقي متضايق بس عشان العربيه اتكسرت، ما تقلقش. المره الجايه هيجيبوا لك عربيه ثانيه عشان تكسرها يا عم. ها؟ مع بعض؟ مع بعض. العمليه الجايه بجد. الرصاص فيها بجد، الموت فيها بجد، والنجاح فيها كمان بجد. المشكله انها عمليه حساسه شويه. يعني شنطه دبلوماسيه. مالها؟ هتجيبوها من صاحبها. هنسرق تاني؟ ايوه. ولا عندك راي تاني؟ طب والشنطه دي فيها ايه يا سيدي؟ فيها اللي فيها، انتوا مالكمش دعوه فيها ايه. ازاي يعني؟ انتوا عليكم تجيبوا الشنطه وخلاص. واحنا هنسرقها ليه؟ انتوا تنفذوا اللي اتقال لكم عليه وبس، مفهوم؟ الهدف هينزل البلد ومعاه الشنطة، وطبعا هيعدي بيها ومش هيتفتش لأنها حقيبة دبلوماسية. وطبعا هيكون معاه حراسة كبيرة من أمن السفارة. إحنا بقى هنكون في استقبال. المشكلة إن إحنا مش عارفين المسؤول ده هيدخل بالشنطة دي إمتى. عشان كده لازم أعرف الميعاد إمتى بالتحديد. سكرتيرة المسؤول عارفة الميعاد. ودي هتكون مهمة شريف. ماليش دعوة، هي اللي قالت.
مساء الخير. انا مصور فوتوغرافيا ومطلوب مني ان اصور حد على غلاف مجله. ممكن استسمحك اني اصورك صوره واحده بس؟ اه بس على فكره انا مش بعاكس والله، انا دورت كتير وما لقيتش حد بعينين جريئه وابتسامه حلوه. ايوه زي دي بالظبط عشان اصورها. سوري بس مش هينفع. انا اسف لو كنت ضايقتك. على استك يا بس سوري، هو انت اسمك ايه؟ اسمي علي. تحب تشرب نسكافيه؟ زي ما انا ايه؟ في ايه؟ الو. ايوه شريف. هيا ميكي، اعمل ايه؟ لا قول لي انت عملت ايه الاول؟ عملت ايه في ايه؟ هو ده وقته؟ مش هقول لك الا ما تقول لي انت عملت ايه الاول. انت عبيط يا ابني. انا عبيط؟ ماشي اوكي ماشي. طب 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 خد الباسورد ده. ها بعدين؟ تعمل ايه عندك؟ مفيش حاجة عندك تتشرب ولا ايه؟ كنت عايز عصير ولا حاجة. لا في حاجات عندك كتير على الرخامة، ممكن تشرب حاجة. ما خدتش بالي، شكرا. ميرسي. خشي يا ريتك. طب اوكي ما تتأخرش. مكي هيكون في المطار وليه مهمة محددة؟ انك تحط الجهاز ده تحت العربيه الثانيه اللي هتكون مع المسؤول. ما تاكلوا يا جماعه، انتوا ما بتاكلوش ليه؟ لازم يبان ان العمليه دي مش احنا اللي عاملينها، لازم يبان ان اللي عاملها مرتزقه او حراميه عاديين، عشان كده لازم تتم بمنتهى العنف. دواي دي يا سيدي. دواي انظلم انظلم انظلم. يلا يلا يلا. Thank you.
بقول لكم ايه، انا مش مصدق نفسي ان احنا لسه عايشين. يا معلم انا اتشيت 4-5 مرات، بس احنا بقى علمناهم حاجه، الناس دي يا ابني هتنام تحلم بينا. بلاش السيره ديت يا جماعه، انا كل ما بفكر في الموضوع ده بطني بتوجعني. متاخروا كده ليه؟ زمانهم على وصول. انا مش قادر، انا داخل حمام. انا مش فاهم الناس دي طلعت منين. كل الكلام ده انا مش عايز اسمعه. العمليه دي مكتبه كويس جدا جدا جدا، معناها تبان على الهواء. الشنطه لازم ترجع وباقصى سرعه. حضرتك احنا اخذنا ميعاد مع ناس مسؤولين في الوزاره. انت هتفضل مسؤول قدام اي مشكله ممكن تحصل عشان الشنطه اللي سرقت. Escúchame, llama a nuestros hombres y que nos encuentren en el Ministerio del Exterior. ¿Estamos? Estamos. اتأخروا قوي. ما هو ما ينفعش كده. أنا خايف ليكون آدم عملها معانا تاني. ممكن كده شوية. الناس اللي في السفارة قلبين الدنيا، عايزين يرجعوا الشنطة بأي شكل. طب وإحنا مالنا؟ ولا أقول لك الشنطة مش هترجع إلا بالطريقة اللي ترضينا. يا آدم باشا خد بالك إن دي شنطة دبلوماسية، مش عايزين مشاكل تحصل مع بلدهم. شوف سعادتك، الناس بتوعهم في السفاره اتعاملوا معانا بطرق ملتويه، بشكل لو احنا ردينا عليهم هنعمل مشكله اكبر، فسعادتك سيبنا بقى نتعامل معاهم بطريقتنا. طب دلوقتي السفير بتاعهم طالب يقابلنا. يا سلام. قوي قوي، يشرف في اي وقت. ايه يا جماعه، ما حدش اتصل لسه ولا ايه؟ تاني يا شريف، ما انت عارف ان احنا ما ينفعش نتصل بيهم. سوري يا فندم، بس تقول لي تحب تطلبوا حاجه تاني؟ لا خلاص، سيب الشيك. ايه؟ هنمشي؟ جرايه يا ابني، انت عايزنا نبات هنا ولا ايه؟ طب يلا يا جماعه البيت عندي. اللي حصل ده شيء غريب جدا. انا بحمل السلطات المصريه المسؤوليه كامله. سياده السفير، انا اوعدك ان احنا هنعمل اللي هنقدر عليه. يا سيد شاكر، انا بيتهيألي ان ده مخطط لضرب العلاقات اللي بينا، اللي كلنا تعبنا عشان خاطر نصلحها. ممكن طبعا. على العموم انا بعرض عليكم المساعده من بعض رجالنا المخلصين. البلد هي اللي هتجيبهم والبلد هي اللي هتحاكمهم. سياده السفير، احنا عندنا معلومات بتاكد ان بعض العاملين في السفاره عندكم لهم نشاطات مشبوهه. انا كل رجالتي اللي في السفاره مخلصين جدا لبلدنا. يا سيد شاكر، انا بعرض المساعده في العلن. طبعا احنا لنا طرقنا الخاصه. سياده السفير، طرق سيادتك داخل السفاره، لكن خارج السفاره دي ارض مصريه، وسيادتك عارف كويس قوي اصول الدبلوماسيه. اي حد هيتدخل من مخابرات او من امن السفاره احنا هنتعامل معاه على انه ارهابي. على كل حال زي ما وعدت سعادتك، احنا هنحاول نعمل اللي نقدر عليه. وكانت فين رجالتكم لما الشنطه اتسرقت؟ في الحقيقه احنا ما كناش نعرف ان في حد جاي ومعاه حاجه مهمه. الا صحيح سياده السفير، هي الشنطه دي كان فيها ايه؟ ليا طلب اخير. لما تقبضوا على الناس دولت من فضلك تسلمهم لي. طب احنا نسلمك الاولاد بالشنطه وانت تسلمنا الناس اللي احنا عايزينهم بالسفاره. شرفت. طب يا جماعه احنا هنعمل ايه في الدقيقه دي؟ احنا نفتح الشنطه نشوف فيها ايه. عمر، احنا مش ناقصين مشاكل. الشنطه دي لازم تفضل مقفوله زي ما هي كده عند شريف في البيت. ايه انتوا اي بلوه تحدفوها عند شريف وخلاص؟ لا، المره دي كلامه صح، لازم نفتحها ونشوف ايه اللي جواها، مش يمكن تبقى مخدرات ويجي يقبضوا علينا. مخدرات يا ابني؟ احنا بنشتغل مع البلد، واحنا بنشتغل مع شويه عيال صيعه. بصوا، ادم المره اللي فاتت اختفى 3 اشهر، بس احنا كنا نضاف، ما كانش معانا اي حاجه تتمسك علينا. المره دي احنا مش عارفين هو يرجع امتى، وسايب لنا شنطه مش عارفين عنها اي حاجه. انا مش موافق على اللي عمر بيقوله. ناخد راي الاغلبيه. كده ده لابتوب؟ لا يا راجل، ممكن ثواني، ده الشغل انا. طب اخلص. انت بجد ناوي تبيع الرجاله بتاعتنا؟ بيع ايه وكلام فارغ ايه؟ المهم المصلحة العليا. وهي المصلحة العليا تستدعي إننا بعد ما دربناهم وعلمناهم نستغنى عنهم بسهولة كده؟ كل الخيارات متاحة، المهم نجاح العملية. بس دول حطوا ثقتهم فينا. بعدين في كلامك ده يا ديما، أنا علمتك كده من إمتى مدخل عاطف في الشغل؟ وبعدين قولي لي هنا، أنت حبيتي حد فيهم؟ أنا؟ أبداً. أنا إيه الأخبار؟ مش عارف. نعم يا أمك. لما انت مش عارف تشغله امال مين هيشغله؟ ما تجيبش سيره الام عشان انت بتزعل. الكمبيوتر ده مش هيشتغل الا بالهارد الخارجي ده، والهارد ده مش هيشتغل الا ببصمه ايد صاحبه بس. يعني ايه؟ يعني هات لي صاحبها. وايه الحل؟ انا هموت واعرف ايه اللي متخزن على الهارد ده. انت عندك نور ازرق؟ ايه النور الازرق؟ النور الازرق بينور كل حاجه زرقاء كده، بتلاقيه في الديسكوتاك.
ده في اوضه النوم. بيعمل ايه في اوضه النوم؟ عشان الحاجات. الحاجات ايه؟ الحاجات 2 3 4. طب اصل روح هاته. يا ابن اللعيبه حلو قوي. بس وبعدين؟ مش عارف. هنسى كل اللي قاله لرجال الامن المصريين. اهم حاجه دلوقتي صمت بلدنا قدام العالم كله. احنا متابعين معاهم خطوه بخطوه، بس انا مش حاسه باي تعاون. المهم ان احنا نلاقي الشنطه قبل ما هم يوصلوا لها. احنا فاتحين دايركت لينك مع الساتلايت، مستنيين منهم اي حركه. ممكن تقول انت بتعمل ايه؟ بعمل الحاجات اللي انت ما بتعرفش تعملها. اخلص يا جماعه عملوا بقى. بصوا بص اهو بصوا ايه الارقام دي كلها؟ دي اسماء ناس مهمه قوي في البلد وارقام حساباتهم وتمويلاتهم. ايه ده؟ غسيل اموال واغذيه مسرطنه وسموم وكميات. ايه القرف ده كله؟ لو كل دول علينا امال مين اللي معانا اصلا؟ كل واحد من دول وراه مصيبه. سعاده السفير، الكمبيوتر اشتغل وعرفنا مكانه. ومستنيين ايه؟ اتحركوا بسرعه، روح هاتوه. استنى، من غير نقطه دم واحده. اللي عايز اعرفه مين اللي ورا اللي سرق الشنطه؟ احنا على النت. احنا على النت. ايه المشكله يعني؟ الكمبيوتر ده فيه جي بي اس. يعني معنى كده ان هم يقدروا يعرفوا مكاننا ويجونا في اي لحظه. هنا في بيتي. احنا لازم ننزل من هنا بسرعه. عرفوا يفتحوا اللابتوب وزمان امن السفاره عارف مكانهم. نفذي بلان بي. أنا عايز المعلومات اللي على الهارد دي بأي طريقة. حاضر يا فندم. أنتوا فين؟ إيه؟ ننقل كل المعلومات اللي على اللابتوب؟ سيديهات بسرعة يا مكي. اللابتوب ده ما بياخدش سيديهات. طب وهتعمل إيه؟ مش عارف، هحاول. يا عمر بسرعة مفيش وقت. طب احنا جايين يلا. عملت ايه؟ فايلك موجود على 5 مواقع على النت. لا يا جماعة ما ينفعش كلنا في عربية واحدة. خلاص ميكي تعالى معايا. لا ما بحبش البتاع ده. يا عم اخلص مفيش وقت. Thank you.
ميكي ينزل. امسك لما تلاقيه نزلت من على الموتوسيكل الاضرب. يا شريف شريف انت كنت بتقول مين يا ابن المجنون؟ يا شريف انتوا فين؟ طب يلا احنا جايين جايين. سلام. بقول لك هو ده المكان يا ابني. انت ما تفهمش. قال لك هو ده هو ده المكان. انا ماشي خلاص. انت متأكد ان ده المكان؟ هو ده المكان. ده كمين يا معلم. مش دي هي التذكرتيرة بتاعت ال ها؟ مش وقتها؟ سوري. طلباتكم. احنا عايزين فلوس. طب نتعرف الأول. انتوا تبع اللي جاء. احنا مع نفسينا وعايزين فلوس. ايوه احنا عاوزين فلوس. كتير. قبل ما نتكلم عن الفلوس اعرف انتوا مين ومين اللي وراكم. هعرف الذوق او بطرق تانيه. احنا سرقنا الشنطه عشان نساومكم على الفلوس بس ما لحقناش. انتوا اللي جيتوا على طول وهي فرصه عشان نتعرف ونتفاوض. شغلتوا الطب صح؟ لا ما شغلناهوش. لا شغلناه. وبعدين انت بتسال كتير قوي واحنا مش عايزين غير فلوس وبس. بس ايه اللي عرفتوه؟ ما عرفناش حاجه. لا عرفنا كل حاجه. وبعدين انا شايف ان الموضوع مهم قوي بالنسبه لك وفي حاجه مش مظبوطه. فايه رايك بقى نظبط الموضوع ونظبط نفسنا بالمره ونعري السعر شويه ولا ايه؟ عايزين كام؟ 10 مليون دولار. رضا الحمد لله معاك. انت مجنون؟ انت عارف ايه اللي بتطلبه؟ طبعا عارف. ولو مش عارف ما كنتش طلبته. اقدر اعرف كل المعلومات اللي انا عايزها بطرق تانية. ما كنتش راضي بس انتوا اللي اضطريتوني اعمل كده. حسبة بسيطة كده.
كلنا نموت. سيادة السفير انتوا عارفين كويس احنا مين، واحنا مش عايزين صدام معاكم. بعدين ده مش اتفقنا، احنا اتفقنا تسلمونا الرجالة بتاعتكم واحنا نسلمكم الشنطة واللي سرقوها. سيادة السفير انت على ارض مصرية، انت ورجالتك ارتكبتوا مخالفات كتير، احنا صورنا دلوقتي اتفاقك وكلامك، كل اللي حصل يا سيادة السفير موجود على الجهاز ده. تخيل ده لما ينزل على شبكة الانترنت ايه اللي ممكن يحصل، سمعتك وسمعة ميلادك هتبقى ايه؟ اوعى تنسى ان احنا عندنا حصانة دبلوماسية، واللي بيحصل ده اسمه دفاع عن النفس. انا سبق ونبهتك، اي نشاط ليكوا خارج السفارة هنعتبره عمل ارهابي. الشنطة عندك اهي، ودول حرامية بجد، عايز تاخدهم خدهم لو تعرف. بابا تهز دماغك كده ليه؟ ملك الجمال المذبح. اه. ايه انا جيت. كومبو. ساندي. عمر. شريف وجو خطيبته و مش فاكر. انا زعلان. ايه ده؟ دي هي؟ عمال تهز من الصبح اهو. ايه ده بجد؟ هروح اتولد. تفتكروا هم عايزين مننا ايه؟ عمر هي ماشيه كتير؟ ايه ده؟ دي عربيتك؟ انت اهبل بجد بقى ولا ايه؟ ليه؟ طب يلا عندي. تاكس. شفناها بعين تانية، بس انت دوس وروح، ده الجون بيجي في ثانية. هي فرصة تلاقي نفسك، تبقى مجنون لو تسيبها. عارف لو عملت ايه
كلهم يطرشوا فص في القشطه وفي الهيافة خدنا بورس اجمد ما فينا في الجيم سبع لكن بجد في الجد بورس اجمد ما فينا في الجيم سبع لكن بجد في الجد بورس ولا كان لينا لازمة ولا وجهة نظر يوم في أزمة في خيبة قوية كانت ملازمة ويا عالم باللي كان سبب ولا كان لينا لازمة ولا وجهة نظر يوم في أزمة في خيبة قوية كانت ملازمة ويا عالم باللي كان سبب يا ما قلنا هنعمل ونسوي لازم التنين ده مبدأ واحنا عشان ان شاء الله نموت بس من التاش تفيع يلعب في خنايا لو مش هنصحى من النومة دي والله كده هنخربها لو مش هنصحى من النومة دي والله كده هنخربها ايه اللي بيحصل يا يوسف؟ لازم نعرف في ايه؟ الموضوع كله يخوف بحسبة بسيطة كده كلنا هنموت بسرعة مفيش وقت انتوا قدام واحد ما تعرفوه بس هو يعرف عنكم كل حاجة احنا لازم نعرف انتوا مين وعايزين مننا ايه انت مجنون؟ انت عارف ايه اللي بتطلبه؟ هنسرق تاني؟ عيب قوي تسال السؤال ده. يبقى اكيد احنا متورطين في اللعب. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ واضح انكم كنتوا عيال هجس مش بتاع فاكر ان انت اللي بتحبها انا هلس اخوهم صاحبي بس مش بشكل رسمي لا اتحرك اضربه بالنار الناس دي ممكن تحمينا انا مش فاهم تخافين من ايه اظن دلوقتي من حقنا اقول لك كفايه علينا لحد كده نفذي بلان بي عمليات خاصه قريبا بجلال